الداخلية تؤكد على مواجهة جرائم الكراهية ضد المسيحيين والمسلمين. في جريمة مروعة، نمساوية تغرق أطفالها ثم تحاول الانتحار. السفير التركي في فيينا يؤكد على ضرورة تسوية الخلافات مع بلاده. تدمير أكثر من 25 هكتار من الأراضي الزراعية بسبب حرائق الغابات. تايلاند تعتق النمساوي بتهمة تقطيع رجل أعمال ألماني 13 جزءاً. وظهور قناديل المياه العذبة في نهر فيينا الشهير. مشاهدين الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار إلى هذا اليوم. إلى نشرة بالتفصيل، حيث أكد وزير الداخلية النمساوي جيهارد كانر التزام بلاده بمنع انتشار جرائم التطرف والكراهية في المجتمع، مشيرا إلى ارتفاع نسبتها ل7% العام الماضي. وأوضح الوزير أن هذه الجرائم تعود إلى دوافع أيديولوجية، وأن مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب يعمل على مواجهة الجماعات المتطرفة في المجتمع، كما تزايدت نسبة المشتبه بهم من الأجانب في جرائم مناهضة للمسلمين والمسيحيين وجرائم الكراهية ضد التنوع الاجتماعي والتوجه الجنسي، حيث تركز النمسا على مكافحة الظاهرة لتعزيز التعايش السلمي في المجتمع. Islamistischer Extremismus und Terrorismus, Spionageabwehr und Cybersicherheit, internationaler Waffenhandel und Proliferation. قامت امرأة يعتقد أنها نمساوية بإغراق طفليها بأعمار 7 أشهر و7 سنوات، وذلك عن طريق إغراقهم في منزلهما في تولن في النمسا السفلى، ثم حاولت الانتحار. وقد اعترفت المرأة لزوجها قبل محاولتها الانتحار، والذي اتصل على الفور بالشرطة ليقول لهم: زوجتي قتلت أطفالي. وبعد ذلك قامت المرأة بصدم نفسها بشجرة وهي تقود السيارة، وبعد وصول قوات الشرطة والإسعاف تأكد موت الطفلين وإصابة الأم بجروح، وقد تم نقلها للمستشفى وهي تحت الاعتقال، فيما تولى قسم التحقيقات في النمسا السفلى الكشف عن ملابسات الجريمة. قال السفير التركي في فيينا أن بلاده تتطلع لاستئناف محادثات انضمامها للاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أهمية الحوار للنقاش حول المشكلات وحلولها. وأكد أوزان جايهون في لقاء مع وكالة الأنباء النمساوية رغبة تركيا تحسين اتفاقية الجمارك مع الاتحاد، واستعداد بلاده للتحاور مع الدول التي تعارض الانضمام. وأشار أوزان لدور تركيا كوسيط بين موسكو وكييف، وأثمن السفير على العلاقات التركية النمساوية ودورها المستقبلي في الاتحاد الأوروبي، مشيرا لوضع نصب تذكاري للجنود العثمانيين في مقبرة فيينا المركزية العام المقبل. zukünftige globale Probleme Gedanken macht und feststellt, dass momentan eine bei einer nicht existierenden Weltordnung es sehr wertvoll sein könnte, Türkiye auch mit dabei zu haben. Aber gut. اجتاحت حرائق الغابات والحقول مناطق في النمسا السفلى، مما أدى لتدمير 20 هكتارا من الغابات والمروج في سارينج في النمسا السفلى. وقد ساعدت قوة الرياح في تعقيد المهمة على فرق الإطفاء، حيث انضمت 10 فرق تضم أكثر من 160 متطوعا للمساعدة في الإخماد، وتمكنت الفرق من منع اقتراب النيران من المباني. وفي وقت آخر حدث حريق في ماريسدورف وأدى لتدمير 6 هكتارات من الأراضي الزراعية، وقد نجحت فرق الإطفاء بالتعامل بنجاح وإنقاذ الممتلكات. اعتقلت الشرطة التايلاندية نمساوية في منطقة باتايا
بتهمة قتل رجل أعمال ألماني وتقطيع جثته إلى 13 جزءا. جاء ذلك بعد مداهمة منزل مجموعة نادي الدراجات النارية الألمانية، حيث اعتقل 4 أشخاص آخرين بتهمة ضلوعهم في الجريمة. وأقر توماس جاي زعيم المجموعة بأنه ليس له علاقة بالجريمة، وقد عثرت الشرطة على دلائل حول تخطيطه للهروب من تايلاند، إضافة لوجود مذكرة اعتقال بحقه بتهمة الاحتيال. في ظاهرة غريبة طافت القناديل البحرية الأحد بنهر الدانوب في فيينا، مثيرة للقلق والتساؤلات حول أسباب ظهورها. وتعتبر ظاهرة القناديل نادرة في المياه العذبة وتعيش عادة في المحيطات، حيث يعتقد الخبراء أن ارتفاع درجات الحرارة الحالي قد جلب القناديل إلى المنطقة. وأكد الخبراء أنها لا تشكل خطرا على المواطنين، حيث تحمل خلاياها لسعات لكنها غير ضارة للإنسان. وأوضح الخبراء أيضا أنها أتت من آسيا واستوطنت في وسط أوروبا. Oder an den Stielen und Blättern der Seerosen verbracht haben sollen, haben sich jetzt zu frei umherschwimmenden Medusen entwickelt. يا ترى هتعمل ايه لو انت بتعوم في النهر وطلع عليك قنديل البحر؟ كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم. كنت معكم انا ممدوح ماكين، امسية سعيدة، الى اللقاء.